هل تدل أحاديث رعاية البنات على أن البنات أفضل من الذكور؟ الأحاديث التي جاءت في رعاية البنات قال أهل العلم لأن البنت والمرأة عموما ضعيفة، المرأة عموما ضعيفة وفيها نقص وفيها ضعف وبحاجة شديدة إلى من يرعاها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. ولهذا خص البنات بالذكر في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رعاية البنات مجهود أكبر وعناية أكثر ومحافظة شديدة، فالبنت تحتاج إلى عناية وإلى رعاية وإلى اهتمام، وخصوصا أن حال الناس ولا يزال يوجد، لأن الجاهلية توجد في بعض الناس ولا تترك من بعض الناس، بل تبقى كراهية الأبناء، كراهية الأبناء، فجاء الإسلام كراهية البنات، فجاء الإسلام ببيان فضل تربية البنت ورعاية البنت، وأن رعايتها يكون حجابا لأبيها من النار وسببا لدخوله الجنة. وإلا فإن رعاية الأبناء ورعاية البنات كل ذلك خير عظيم ومن أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. نعم.